أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الآمن يا آيات صدا يا اللحاد وصورة البقرة كاملة. وإن كنا حجرنا تفسير كان القرآن الكريم كهاي، وأين مارس يا قصة بلوني سورة الفاتحة سورة البقرة أو سورة اللبابة أين كنا حجرنا وحان السوق قارني عشر كيني لبابة يكولات أيام السوق قارني. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغس ورمي عشر كان أيديه توريي نبي الله آدم أبو رسيسي إيا بن جد الله بن إلى ملائكة إيا وحي كان عي أهنتي أيام الصوام رمي مركي نبي الله آدم ملائكة يؤسس جولين بعد جيدا أيا إلهي سبحانه وتعالى وهو رئيسك إيا زوجي سحواه أبي آدم هو أبيك إيا زوجدار جمال الدقة سوى رفيا أجل أو واسعة سيدا الدونتان وحوة دعونا ميل على لميشي الدونتين أو جمالة كاملة أفيا شيء جيدا هؤدا وانا ومركز النغتين هو إلهي سعاسي ألقاس أيام مركز عشر كينه ورنوجوغي أرنت أسمرك للرب لما يوحي كدن بي أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغو حميا الله وحوري فأزل وحاسم بالرحيون إلهي وما حاوئي آدم الشيطان وشيطان كأياسم بالرحيي عنها جمالي سبسم بالرحيي فأخرجهما دونوه وكبحيي مما في كان أي كفتوا مايين فيه إسلقوا النعمة مركي أي كبحيين ومركي أو كبحي شيطان كأيام إلهي. وقلنا وحنا ودهنو ده إلهي آدم إيه مركز وجريس إيه وح مركز إيه شمليانو دريدو ده غلط وانتاه إبي إهبطو هوبتا ووح هو يجمد كبحا بعضكم حال برسين لبعض مركز لعدو علو ويهي ولكم وحنا إليك وصلنا لك الأرض لك الهديسة مستقر مكان صغناشو يوم مساء راح إلى حين الوقت انت لا جاري إلى يقول سبحانه وتعالى فأزل وحاسم بالرحيوب إلهي أنا وحال قولة مكان في جوزين أو مرتفع هاي وحاسد في أيال قولة شيطان يا كدسي فأزل هذا الناس أن فأيال كياني وعلى إشارة إن وحوي مركي الجنب أي أسكنين كبعد أهل كانوا أي تاي شيطان كوحوي وحالك فوق أخي من شادة بمعنى احترق وي معايا شيطان كأساق نار أيال وقود دونا أمرت الشبراء أيال لك فوق أخي بمعنى بعودة معايا إلهي حريثيس أيال لك فوقي
زلل كان وحوي وزلق وي ومعنى العصرة في الدين ضابط مرك الغسل من الرحضة أي مرك أساء الزلل إلى هذا مرك والله استعطلاق لازم في سيان اللي رجل أو مرك إذهابه وحوي الجمال أيو كتب جيال غوضة مرك وحوي وسواسي لابد أن أيها القرآن سأسكفة سرع يا وحبي لا إله إلا الله روسه وشير نبر قصد مركة سيدنا نبي الله آدم هي مركة سوى هوي هي إبليس هي مركة سيدنا ملائكة اللي يسجودي قرآن كمركة سيدنا إله صدبه من الوضع يسسوء أروري سهون السبب دونا إلهي مركة وحوري سبحانه وتعالى فأزل وحا سنبر رحيي هو كذوري مقام كأي جوغين هما حاولي آدم الشيطان وشيطان كإبليس هاي أنها عن الجنة الجنة أيو كثير بالنحيو كثير وهو نفقها يسبه وسواسنا يسيها دي لايلاله سورة الله نبو تلدونه هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما إذن تصيح يذهب دي الله عن الجنة الغوارة يموت أدماني ورن إلهي وحونا ليه درعو تلدونا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين إلهي وحونا إبليسوا أدار صوتهي oo naasixiin ta ayaa idin sheegmid ahay oo arintan aan sheegay waa arin sax ah ayuu dhahay markaas ay jeed xuneen waxa la yiraahdaa hadda macnaha iblis oo sidaas ah ee markaas nabi ilaahi aadam uu ku adeecay hadda markaas iblis markaas inuu asagu xumaan uu ku og yahay oo ku adeeca maaha nabi ilaahi aadam ee waxa weeye nabi ilaahi aadam markuu u dhaartay أصدق أيها وحي لما قلتني إلهي مي إيسا إنا نقد بأن أغضى ليس أي سنجرين ومرك وحي إلهي مي إيسا فقارسة أي مركز أي وحاوض أي قبع كيهين ودرع لأويها مرك هذا السلاس أي مركز ساق علي لكن أصدقوا كروب إنه مارس يا لين كانوا بادل أولا شيطان كان موصنها إلهينا لي مرك هذا كان مرك أوليها وإلهي يقول سبحانه وتعالى وهو أبعثي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين مرنا وحورنا هل أدلكما على شجرة الخلد مرت هذا أساس ليه جنادة خارج سهرة أيه خصنا إذا رأسه جنادة بنانك في الجود أيه هنا جنادة داخل فيه لخجر وقل هذه خجر لكن وحقوقي من ذلك الجنادة الباب كيدا يؤيني لي مركز وحكاس كنها مع صورتك قال إنه الجنادة سوق علي لكن دابت هو مركز الجنادة دواب كيدا كميدا صورة دابة إنه قصوق علي أيهونا مركز وحوية غافر عيكاء علينا مع صورتك قال سيدا عدد ميراها أثرت صاروت وهو صوق علي أبي سأف كيدا أيه قصوق بونتي ألقى قصص فيني لي وعاصل تقرى هالي لإنه وسواسيه وأغلاله أخوة سواسيه وسواسيه مركزه وحوي أي جاسي ومعيشي سيكون جاسي نبي الله آدم مركز هذا جيدا نسده وقعنا سنه روش يعني علماء الإسلام كنا يسادين وحال الله مركز اجتهاد أي مركز أوقعنا مركز اجتهاد كيس أي مركز خد أوقين لي مركز الله خد إيسو حكومة على معصيه أي هذا مركز أم يلي إلهي معصيه وحتى غيره وحكى غيره كما دعايا مكا قاعده وحيكا مثل إلهي وحاوي من بعض حسنات الأبهار سيئات المقربين وي لدك أبهارتها وهي حسنات كورا لدك مقربين تأه إذا أم يلي إلهي يرسوشة سيئات إيه مكا نبي الله آدم مخالف أم أوسن قصد قصد مكا أونس بيان إلي إنه مخالف أقص بين نبي الله آدم إلى حسيان وهوي وأكون جالوبة دم بالصغيرة أما الكبيرة إنه أقص بي أكتي اعتقالية قالوا نقنية وحاما مثلا بإيه أصلونا قال نقنية أكتي حسيان كإسم كي تكأن في أثناء وكفرنا محايرا ما كان خصوة أروري وعطاء آدم ربه فغوى ودي إلهي لهذا أيانو كتجدونا صورة ده مرك اسم العصيان كاسنة لما انفكر ومحايلة مسك ايوك سوء اروري ثلاث ايام مرك فضاء مرك اثناء الوثاء ومن ايام
أيضاً جانب والبلاء إلى علينا مرك إله يقول سبحانه وتعالى فأخرجه ما وكبحي اللي حاوي آدم مما كان فيه وحى يقصر نارين والنعمة والجنة يقوها يسان أيو بنان فوق غساري أريد أن مرك إلى عدو إله سبحانه وتعالى وقلنا وحى نضحني إيه بدو هوبتا أرد أصو هوبتا لبدينا إيه وحى الشملسي ويؤذ بيدينا أدوه له أمرك سواء الجماعات أيضاً هذا إله إهب دام أوصلهم وحال إشارة أيضاً إيه مركز وحى أيضاً الدوران إن أهلاد مركز كزي هذا الدوران أيضاً إشارة هو مركز وحى ويجمع مركز أيهين وإنه يريها هو السم لسنوه فعاك الله سورة قال هالي الأهل تأمرك إن بالله آدم لسيه إيه حواء إيه مركز إبليس يا أبيسر لفتر كان أو صار لهم في أيام متغيرة علمنا هذا مركز مركي أو صاها في لو كان هندي أيوي لدي من المركز إلى ترديب لنا هو أيضنا وحيس من المعرفة يا جد لش أنا مقابل جد أو معرفة قط على سعود العربية إبليس أستغنى ميل إلى أبو الله أيام الوصات وري أبيسر أيضنا وحال الوصات وري مثل إلى أتبهان الوصات وري فبعد يا مركز حوالي آدم ماشى هذا عرف اللي إلهه هو مركز ما نسى تجاراتك هو بيشى مركز وعوي الحجة لا استهدأي قال يا مركز سوي مالين وعرف وها لو بحي وقت دونها تعرف مركز سوء أبصرين سوي مالين حوالي آدم أي هذا لي وقلنا وها نعنو ده إلهي إيه بدو هوبتو ده إلهي أيام أهمي وكسو الدجا جنرة بعلو كبرتين هذا بعض كمتا وحوية بعض ذرية لقودة ذرية أذنك أطالي الدونتان بكات بعض كمبركين والإله سبحانه وتعالى حال لبعض المركز له هدون عدو إياه وإله في إشعوكته وهمية وحيا الله أولاد أطالي الدونان أي نطنع إياه وأولاد حوائي آدم بعض غور إياه عوء السؤال وهو حوية بعض غور بركة لا يوضل منها إياه وفي هذا المركز يسأل بذينا كتا جنوه انت اسكوزين من هذا وحوية ان بدن ايها الله هو دواسع الاحتى الله بعضكم بركين حال لبعض المركز ادو عدو ايها ولكم احنا اذن سبنادوت كليه في الارض في الحديثة مستقر مكان سبناشو موضع قرار ايه ومتاع متاع وحاكوها حيثتان وارد النبات كير يوحى فيها الان الى حين الوقت انت الهجاري ووصل وحوي الجشين انت ايكاد مانيسو ايكاد احرد لكو نورانيسا وحكا توب بني آدم احردها سأيي كلولهين وحي يقول ما يسانايا الجشو اللي يقول ما يسانايا فرك إله يقول سبحانه وتعالى ولكم محا إذن قوصونا في الأرض الأوكا بحديثة مستقر مكان صغناشو إيهو متاع متاع إلى حين الوقت انت الأجاري وعجشين وحوي ايكاد مانيسو ايكاد اوكا يا كثمة أيسان سبعين وحوخين يا دمانية أجشين يا دمانية مركز يا أجنين اللي يسولها يا أرجع مركز علي أو لباس راسه علي إلى الحوري فتلقى آدم وخلق المي من ربي حز ربي أو خلق المي كلمات الله سبحانه وتعالى وفي الهاميوي كلمات سواق قلبنا دي لا إلى ذوات إلى ذين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربي ونفطين أيام ظلمنا هذه أظن وقاسنة خاسرين تأيانك من نقوننا مركز شو أسأل لي سورة الأحراف أيام تقدونا كلمات كامركة وحوي وكلمات إلى يبدأ وكو إشارة سورة دفن وفي العلم يسجد دونه صورة الأحناف ويقول الدوران ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فرق هذا لما قهى آدم خلقي سأيا أنتان وإيكتن إلي لكن هذا أنتان لبضوا ضعيفة سوي لك الشيء خدابكم مخا سوى حوية آدم بحل الله خدابه لكن حوية حوانا ويقول جساوي مرك هذا وحاء قرآن كفبلا يا خضاب ومركز حقه لو لقصته
لكن مركز وهوية هوين كي يهبوا إسواء وذكرا عذب قالوا لي لذين كلمات كانوا وحي لذين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثلاث كلمات ورن هذا وحام سوى مرمي معصية هذا آدم سيد معصية أنا كلمة يا وحي سميتها من بعض حسنات الأبرار سيئات المقربين سيد حق أنا وحوي إلا إلهه أن أنت سعوي سر إلهي سبحانه وتعالى وسوي وقدر في إلهي وحاكب رأسكي المركز آدم يحاو الرضا التلكينا الكفر معي ثلاثة مركزة صحيحة ذلك إلهي يقول سبحانه وتعالى فترقى آدم وآدمه لك المي من ربي حد ربي سأكلك المي كلمات كلمات أيوكلك المي فتابع الدين إلهي وافصون وعليه فركيسه توبدي سأيا الله أكبري بس إلهي سبحانه وتعالى أصون وذي أي إلهي سبحانه وتعالى توبديس وأقبله فتاب عليه إلهي سبحانه وتعالى وأصون وذي قبل توبته هوي توبديس وأقبله معايا لأنه قال هو التواب عليه توب أقبلت بروي وأدو من كيس توبلا سأقبله أفتى على أصون وذا الرحيم وعليهم حريسوي إلهي سبحانه وتعالى أدو من كيس توم حريسوي هذا توبدة اتكسوا إلهي سبحانه وتعالى أصوى النغطة أيها مكة سيئ إلهي توبدة أخبرية وإلهي سبحانه وتعالى سواب الرحيم وعمل توبدة دونكيسة أخبر لا يهدنا الخير سبحانه وتعالى قلنا وحنا نحنود إلهي إيه بيقول هوب تعمل الدجا منها الجنب حجادة جميعا حالا سيك ودن هذا وحنا اللي سعري مركو رواه الله صوش إليه وحال الربائل وعطف ما رفع سبسا ايه بدو هوبتا منها من الجنة جنة هوبتا وجنة كجدة جميعا حالا سيك ودن فإما يأتينكم من دو إليه ما دو إليه ما دو من يعني حقيقة ولا إله هدى هنو إليه ما دو أو كتاب يا رسول إليه ما دو فمن تبع روح راعا هداي هنو كيدا فلا خوف عبت عليهم فرقوض أهان ميسو ولا هم أهانا يحزن قوتي يا يلوم إلهي بلن أيال رب لمي جنبي مخي كسر الدجين بلن كان أولي يستعون عيو إلى مركة سأديه أي جسد إلى يقول سبحانه وتعالى فإما يأتينكم هاوي مركة نون في أي مركة سألوه إبقامي ماذا أو مركة سترقع أي الوئي إبقامي فإما يأتينكم إلهي أدو دي ما رو دي ما رو من يعني حقيقة هدى هنوء دي تغيي ماذا وكتاب يا رسول هدوء دي ماذا أما الرسول كي يسوي هدئا نشعر حال رجل مضرب وي مكان دال على الله وي وح إلهي سبحانه وتعالى حق نميسة تصنع إلى رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لقصوه قالوا أتغل قصوه بالله إنت أطيئ هذا لكن إله يقول سبحانه وتعالى هنون حق إذا هدوني فيما هذا فمن طبع روح الراعة تداي هنون كي إذا صفت الراعة هو أريد أخم آله لا عدي لك عمل فلا فلا خوف عبتي أريد فرقود أهان ميس ولا هم مرع هانا يحزن قوتي رايولا ما نعرف فرقود أهان ميس ما لنت قيامه مركز دفع وخوفا أيان ويعرفنا أيان الدنيا دمقية تتغيامه كما مرقى ينوي وجماء يجل ايان سلاسة اليه سبحانه وتعالى وقولا هذا مركة كوة هنوكة راعي واصلة كوة مركة هنوكة بيلي وخصوصي يكتاب كل صوت دريد بيلي الى العوري والذين كوة كفروا كفروا الالهي والذين كوة كفروا كفروا وكذبوا بيلي بآياتنا آيات كينا بيلي أولئك كوة صوت الالهي أصحاب النار نار أصحاب تلوي هم يبون فيها نار الحياة خالدون فوقها روي والذين فوق أيضا يألا كفروا كفريا وكذبوا بيني بآياتنا آياتين أولئك فوق صوت إلهي أصحاب النار
نارت أصحاب تلوي هم يبون فيها نارت الأحزاب خالدون فوقواري ما كثون أبدا ولقود أي كل جانيا ما نتبحها يوم يا بني إسرائيل فر بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا حصوصا لله نعمة في النعمة ليلة الله في نعمة رسول أنعمت عليكم آمين في النعمة وأوفوا أوفيوا لإله بعهد بل كي أوفي أوفي أمور أن أوفي بعهدكم بل كين أن أوفي وإياي أنا أوخريا ترهبون لعب كذا نشا وحد كجينا ورع الصبع يانو كجينا إلهي سبحانه وتعالى وحد صوت صوت خداب الله خدابا مخلصين تتعامة سورة أول كيلي تبعد إلهي وكحجي أبوك أبونا آدم هي مارس يقتدي مع إبليس وها إلهي هذا كسد حين يا هيربن إسرائيل إنه وقعد له هم قدان هيربن إسرائيل كانوا كل جمع كنبي نجوغ عليه صلى الله عليه وسلم أمسا كل كوري هي مركز أيها وحي قد تعلقها يا إيالا قبل يا هل كان لقبل أبوه هيدا المركز وحوي صدني استقالات لقبل أبوه يا مركز اللي جارة يجسك اللي جارة سيقول سفهاره وحالك حبل الدونا سيدة غالسة هير بن أسعيل إلهي سبحانه وتعالى مركز هير بن أسعيل وحو كتر تفين يا نعموي الأوطبان وإلهي يقول نعموي إيا الدنبيالة قبائح أوطبان أهوي جلان إيا انتقامات إلهي أكار جسري أوطبان أهوي حمل هذا ما سهير بن إسرائيل لغا حد لايو قوة سوى رسول كان عليه الصلاة والسلام كهري مركا أيغان هذا مركاسي ما أنهم لم يخاضبوا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أيغان هذا أيغان الورخ دائما هما أي مركاسي هما إليه رسول كيسا وحال الله يهي بمك نبينا عليه الصلاة والسلام قوة زوغي أيها وحيشة غجران بك أيها صهري إيه جدوى أسرعي هايين أيهونا مركاسي خاس كول إيه كدوبة وصوصو دينا مركاسي أي معناها أي سعنايين أيهونا إيه خاس كول إيه كدوبة فسوه كان هذا الجوبة إيه فاعام أن لجدوني إلهي سبحانه وتعالى مركا وهو عبينا يا نعموي في إلهي قول نعمي وصوصو دي أباء يبلغون حيين وهو دنا إلهي وعبينا يا إن مركزه هوي نعمده وآباؤه بلغو نعمي إنه قابشيين وحيابه جنوبه فالحماوي وعادنا إلهي وعبينا يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إنه كسو دجي آباؤه وحيابه وهذا ومركز خير الوسو دجي هو هوي بسك أيها كدام بايا أي مركز وحفاقاتان كذاب كان مركز هذا لو خصيصه قلده كان هذا جوف صورة ده وحالي ليه هاي وهي أقوى رئيسي نجي مثلا هروس عمرني مدينة وحكسود ده أقوى رئيسي هلا مدينة نو حوالي غالب كل هو هاي يهود وهاي أصحاب كتاب هي هاي لما كت أهل كتاب هي هاي أود نوين هاي عندي مركز قلده عن إسلام قوي هو بين ثمان ذكر أضباع ضوضة وحتى عربيه ليش الجوي ألا مركا سا وحويه قال شمالي مركا سا وحوي الشباب أيها أيها الوجهين مركا هذا إله يقول سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل غير بنو إسرائيل أولاد يعقوب مركا هذا إسرائيل كان وحوي والنبي الله يعقوب واللقد مركا أيها الصورة أو مركا في السريانية داوي مرك هذا إسرائيل معناه وهوية عبد الله وي إسراء وهوية عبد وي إيلنا معناه وهوية الله وي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وي الخليل وي إلهي مرك وحوله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا حصوصه الإلهي وشكر جيد الله ماذا نعمة فيها نعمة لي الله فيه نعمة رسول أنعمت عليكم أن يكون نعمة
waxay ila aabbaadeenni nicmadii loogu nicmeeyey annagana markaas waa noo soo taraayahaysaa. waxaa loogu nicmeeyey aabbaadoodi waxaa ka mid ah fircoon dhibaatadiisii ilaahay uu ka koriyey. rabbi markaasi nabiy ilaahi muuse markay daba socdeen fircoon ay ka carareen loo dhambalay, markay siiha ku jireen daruurtii loo hoosiyey iyo waxyaa badan oo aan lasoo koobi karin. wauufuu oofiya u dhaha ilaahi subxaanahu watacaala bicahdii ballankaygu oofiya ballanka aan idinkula ballamay oo ahaayo kitaabkiina ku yiilay in nabi maxamed aada rumaysaan. muuse aniguna waan oofinayaa bicahdikum ballankiina ayaan oofinayaa. oo waxa weeye waa idin sawaabinayaa, janno ayaad gelaysaan haddaad ballankayga oofisaan. hase yeeshee hadda marka sidaas leeyahay, cid kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala ballankiisa oofisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisanayaa. weyaaye aniga oo kaliya u dha ilaahay subxaanahu watacaala farhbuu iga cabsada, aniga cabsada oo ballankaasa ka bixina weye, cid kalaha uga baqina arrintaas. haddana ilaahay wuxuu yihi waaaminuu rumeeya bimaa fii anzaltu aan soo dejiyey oo qur-aankaana musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaayo limaa fii macakum iin ahaaday. tawreed ayuu u rumaynaa, qur-aanku waafaqsan yahay xagga tawxiidka iyo nubuwada ayuu ku waafaqsan yahay. waaaminuu rumeeya bimaa fii anzaltu aan soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaayo kaas limaa fii macakum iin ahaado haysatiin. walaa takunuu hana ahaanin ou ilaahay awala kaafirin mid kufriya kan ugu horeeya oo bihi kaasu kufriya qur-aanka oo ahlu kitaab ha noqona. maxaa yihaha idinka dadkiini idinkau idin raacsan yahay marka waxa weeye dadkaas wax khayra ku hogaamiya. walaa tashtaruu hana shiraysano ha bedel qaadana biaayaatii aayaadkayga samanan dheef qaliilan oo yar. gaar ahaan marka hadda saas laleeyahay waxaa lala sio kadaabayaa dadka culummadooda ahay. ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa takunuu ha ahaanina awala kaafirin kaafir midka ugu horeeya oo bihi maaragtaya qur-aankaasu kufriya oo ahlu kitaab ha noqona. walaa tashtaruu hana bedel qaadana biaayaati aayaadkayga allatii fii kitaabikum weye kitaabkiina ku taal oo sifadii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ay kamid tahay. sifada nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayay bedeli jireen waxyaalo badan oo markaasi waxay bedeli jireen, aayatu rag miyay bedeli jireen, waxyaalahaasay samayn jireen. markaasaa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay aayaadkayga ha ku bedelana faman oo qaliila. oo markaas say yasiiro adduunyaa waxa weeye ku bedelashadu aayaadka in la qariyo ayadoo laga baqaayo, ayagoo ay ka baqaayaan waxyaabaha ay ka qaadaan dadka ka qaataan dadka sufalada ah oo markaasi culummada ay u yihiin ay ka qaataan ayagoo markaas e waxaas ay waayeen ka baqaayo. hadda marka hadda waxaa laleeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikulsabar, qolo kastoo ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa bedesha oo adduunye ay qaadanayaan ku bedela sidaas ay soo gelayaan, waciidkaasay soo gelayaan. walaa tashtaruu ha bedel qaadana u dha ilaahay biaayaati aayaadkayga ha ku bedel qaadana tamanan dheef qaliilna oo yah adduunye aad qaadataan aayaadka ilaahay ha u bedelina. wayaaye aniga oo kaliyane fataquuna iga cabsada u dha ilaahay oo arrintaas aniga iga baq. walaa talbisuu ha dhiihina u dha ilaahay alxaqa xaqa oo markaasi laydinku soo dejiyey bilbaadili baadil ha ku dhiihina. baadilka aad been abuuraysaan ood markaasi kitaabka aad ka been abuuraysaan waxaa kamid a min tagyiiri sifaati nabiyina maxamed sal allahu aleyh wasalam. nabigeena calayhi isalatu wasalaam sifaatkiisa markaasi ay bedelayaan. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa talbisu lxaqa xaqa ha ku dhiihina bilbaadili baadilka ha ku dhiihina wataktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa xaqana ha qarina oo sifadii nabiga calayhi isalatu wasalaam ay kamid tahay. walxaal antum idinkuna taclamuuna kuu ogsoon aadtiin inuu xaqaasi uu jiro xaq uu yahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam uu xaq yahay. wataktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa kii hore ayaa ku qadirin xaqa ha qarina u dha ilaahi subxaanahu watacaala walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoon tihiin dembika weyn ma jiro xaqi oo la og yahay oo la qarinaayo oo waxyaabo kale waxa loo qaraayana ay tahay meral adduunye in lagu gaara ay tahay. waaqiimu salaata salaada ooga u dha ilaahay waaatu zakaata zakada guta warkacuu dukada maca araakiciina kuwa dukanaya micigooda la dukada. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waaqiimu salaata
صلاه اوغو الهي صلاه اقامه كسمايا اركان تيذي شروط تيذي اعداد تيذي هيئات تيذي اوقات تيذي كل كل عماره تاسوي اقامه وياتي الزكاه الزكاه انا قلتو عويني نمثل لساب جايز زكاه كبحيه واركع ود كذا والالهي يربن اسرائيل مع الرافعين كو الدكناية ومركاتي مؤمنين تهلد كذا معناها صلوا مع المصلين وي كو الدكناية لد كذا فصولك عليه السلام اسحاكي تهلد كذا ليه قولي الصفة قوقة يسان تتكد هاي عيو ليه الله سبحانه وتعالى مركا ان شاء الله تعالى ايها انصوص عدنا علم مدوري ايها الله دور رمى يتقار اوصول دكتي محايا لدتك قرابدودة او مسلمين تهوهم ايو حبيه جرين دينك محمد خصوم هذا حقوي بس كلام فهو نواعي كفاري كلام أيضا مركة سدنا الدنيا كلام مركة تعالى إلهي سبحانه وتعالى خصوم بيخدونا أصلي يا شهاب عشر كيل إنت أسوك أجعي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.